وللمزيد حول أهم ما تمت مناقشته خلال جلسات اليوم مع زميل مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري. انتهت جلسات اليوم الثاني من الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني والذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وتلقفت هذه الدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب ودعت كافة ممثلي فئات الشعب المصري كجهة مستقلة وكجهة محايدة. في اليوم الثاني من الأسبوع السادس مشاهدين الكرام كان الحديث عن بعض اللجان المتعلقة بدعم الصناعة في مصر ودعم الأسعار في مصر ومحاولة تقليل الفجوة ما بين الاستيراد والتصدير والوقوف على كافة المشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي في مصر. لجنة التضخم وغلاء الأسعار كان في داخلها مصادر لارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء من على كاهل المواطن. وأما بالنسبة للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي للدولة فكان الحديث عن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. وأما لجنة الصناعة فكان الحديث في داخل هذه اللجنة عن أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وكانت الصناعات القائمة والمتعثرة وأيضا الصناعات الجديدة. ناقشت هذه اللجان العديد من التحديات الاستراتيجية التي تواجه كل لجنة على حدة، فلجنة التضخم وغلاء الأسعار كانت تناقش أسباب ارتفاع الأسعار وأسباب التضخم وإيجاد الحلول الجذرية من كافة المتواجدين داخل القاعة ودور الدولة في دعم الصناعات وفي دعم الزراعة ووجود آلية لدعم الفلاح المصري ودعم كافة الأسر الأولى بالرعاية. الحديث أيضا كان عن وجود شمول مالي مختلف ومتنوع وعن شمول الموازنة ووحدة الموازنة والسياسات وإيجاد حلول وإيجاد أيضا وحدة وسقف للدين العام. بالنسبة إلى لجنة الصناعة ناقشت العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بدور الجهات في الدولة المتعلقة بدعم الصناعة والوقوف بجانب الصناعات المتعثرة ودعم شباب المصدرين ودمجهم في اتحاد الصناعات المصري والمحاولة بالوقوف بجانبهم لدعم كافة الصناعات التحويلية وتشجيع التصدير من خلال الصناعات المصرية وتشجيع الأيدي العاملة في مصر. بالنسبة إلى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي فكان هناك عدة بدائل لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. إذن الحوار والنقاش داخل القاعة في اللجان الثلاث المختلفة كان حول آليات وحول استراتيجيات مختلفة ومتنوعة لدعم قطاع اقتصاد مصر ودعم القطاع الاقتصادي في مصر والوقوف بجانب المؤسسات الاقتصادية وإيجاد حلول جذرية وخارج الصندوق. كان كل هذا مدار على مدار اليوم بجلساته المختلفة في المحور الاقتصادي. شكرا لطيب المتابعة دائما وأبدا ودمتم في أمان الله. تقبلوا تحياتي أنا مصطفى ميزار من داخل جلسات الحوار الوطني.